عايزين نتعرف على ابونا مكاوي قبل الكهنوت خالص عشان نبدا بالتدرج الاسلامي. مين هو ابونا مكاوي؟ اسمه قبل الكهنوت؟ وظيفته؟ وبعدين نيجي بقى للسؤال اللي بعدين اللي هيبقى هل الكهنوت كان عند ابونا مكاوي اشتياق قلبي ولا بالفعل كان دعوه ربنا؟ كان اسمي صبر يونان عبد المجيد وموجود على النت كل طيب ابونا فريق كليه المعلمين دفعه 57 لما طلعت الكهنوت كنت مدرس اول علوم سنه. اما عن الكهنوت انا كنت بخدم ربنا قبل الكهنوت بسنوات طويله، لكن كان في قلبي شوق كبير اني اخدم ربنا، ما كنتش راضي بخدمتي وانا علماني مع انها كانت خدمه جميله. فيمكن ما كنتش افكر ان انا حرك الا لو كان في علامات، كان في علامات تؤكد ان انا حرك. يعني مثلا ناس كتير تيجي تسلم عليا وتدوس على ايدي تقول لي انا شايفك كاهن. مره كان عندي اجتماع شباب في بلد بحري في بلبيس، وبعد الاجتماع قاعدين في داير كده مجموعه من الشباب، فقام ولد يصوت ويقول انا شايفك كاهن، انا شايفك كاهن. وعلامات كتير كانت تؤكد ان كان احلام او اعلانات ان انا حابب كاهن. وفعلا ربنا سمح واختارني، وكانت اعز واعظم دعوه واغلى دعوه عندي في حياتي لما اترسمت. يقول يا ابونا كانت رسمت على يعني ايه على يد مين من اصحابك؟ رسمت في اسيوط على يد المطران نيافه الانبا الحالي. في 18/7/1976. يا زمن يا ابونا. طيب يا ابونا اسيوط من القاهره ولا لو اللي جاي تحفظ الكلام مش عايزينه؟ هل اسيوط؟ طبعا دي قصه طويله يمكن انا اتكلمت عنها في اجتماع في عظه كامله. وطبعا باختصار انا قعدت في اسيوط 8 شهور وبعد كده جيت هنا قعدت سنتين ما صليتش لغايه ما ربنا سمح وصليت في الكنيسه الموسيقية. من وقتها وقتك متواجد؟ انا في الكنيسه الموسيقية. طب نقول لابونا انا طبعا في يعني حاجات زي انا يعني ملتزمه باسئله زي اللي كانوا بيقولوا ليها. انا كان اشتياقي قصدك محبوب جدا، عايزه اقول اجتماعك ده معروف للكل ومشهور بكل الناس طالبه جايه ليك. اللي ليه مشكله او ليه طلبه او ليه مرض او اخره كل ده بينم مع المحبه لشخصيته ابونا مكاوي. فهل في كل ده في عقبات او مشاكل واجهتك واجهت ابونا مكاوي؟ العقبات تذكر لا الا لو من داخل بعض محاربات كانت، وانتهت المحاربات من سنتين لما سيدنا البابا شاف الاجتماع بنفسه في التلفزيون وعرف ابونا مكاوي بيتكلم ازاي، وبعدين شهد واعلن قال ان ابونا مكاوي اورثوذكسي 100% واهداني صليبه، وده كانت نهايه الكلام. دي كانت محاربات من الداخل من ورا. اما من خارج لا اذكر اني كان في محاربات. طب في حاجه في كل ده يقول لك كنت حتى مع المحاربات كشخصيه كاهن كنت بتتعامل معاها ازاي؟ يعني نقول مثلا هزت ابونا من جوه؟ لا اشكر ربنا. بالعكس ربنا مدي سلطان للاجتماع وسلطان يرهب الشيطان. يرهب الشيطان بحيث الكنيسة القدسية ليها رهبة في عيون المضادين والمخالفين. هنا نقول علاقتك بالشباب عامة في أو جيل خارج أو جيل جاي دلوقتي في فكر الكمبيوتر والإنترنت والجيل اللي هو ما هوش جيل زمن، هل أبونا ليك علاقة معينة بيهم؟ أنا أشهد إن في جانب من الشباب أقول عليه شباب رائع. شباب مسيحي خلاق له صورة روحانية تشبع قلبنا سواء هنا أو في الخارج، وإن كان الغالبية وعلى ربنا، لكن إحنا بنشفق عليهم وعلينا مسؤولية كبيرة
ان احنا نرجعهم لبيت اخوهم. مسؤوليه كبيره دي، مسؤوليه الكنيسه. ده بالنسبه للعلاقه الشبابيه لفتره البابا شنودة. كنا عايزين نعرف علاقتك كانت البابا ازاي؟ هل كان البابا شنودة ليه قرف؟ بابا شنودة كان ليه نصيحه معينه؟ يعني البابا شنودة من ساعة من وقت نقول يعني الزمن، يعني عايزين نعرف مثلا حديث الذكريات عن البابا شنودة. البابا شنودة الله يريح نفسه هو اللي بدأ الاجتماع ده بإرشاده، وهو اللي قال لي أول سلسلة اتكلمت فيها كان عن شخصيات الكتاب المقدس، وحضر في العيد السنوي أول سنة للاجتماع، وعد إنه كل سنة هيجي يحضر الاجتماع، بس كان دخل التحفظ بعد كده، وكان مشجع جدا ليا. أنا واثق إنه كان بيحبني للنهاية دي، لا أشك فيها، وكان محب للجميع. أنا بتكلم عن نفسي يعني أقصد هو كان أب اعترافي. يعني أنا لما رجعت من أسوان وانتهت الأزمة بعد سنتين وبعتني هنا المروسية، قال لي اقعد جنبي هنا، قعدت جنبه 3 سنين. كان أب اعترافي في الفترة دي. لما خلصت فترة اعترافي عند البابا شنودة، ابتديت بعد كده ألاقي البابا شنودة يبعد عني ويتقفل الباب تماما، لغاية من سنتين فاتوا. الكلام اللي أنا اتكلمته، ايه سبب البعد كده؟ معلش يعني نقفل على الكلام. خلاص يعني نقول يعني اللي فهمت كده من كلام قصدك، كان في مثلا لحد ما نقول ضربات معينه او انتهت علاقات ما فيش داعي اذكر، مش عايز اعرفها. لا بس نقول الحمد لله العلاقه بقت يعني قبل النياحة. العلاقه اكثر من حميمه. يعني لو قلنا كلمه حميمه على العلاقه دي قليله قوي، والكل لمسها في السنتين الاخرانيين. يكفي اني اذكر ان اخر مره سافرت امريكا استقبلني وقعدت معاه، خدت بركته وصلاني واداني 4000 دولار وقال لي خد اصرف انت وعيالك وانا مسافر امريكا. محتاج الوقت تعتبر يعني بفتقدك بمحبه، مش طيب ابونا كان ليه راي في اجتماعك في اي حاجه، مثلا توجيه معين، نصيحه معينه في حياتك عامه، حاجه تلمسها له لمسه كده؟ اقول لك في السنوات الاخيره في 2 سيمينار في امريكا اللي هو بيجمع كل كهنه امريكا وكندا، اول مره واحد قدم له سؤال ايه رايك يا سيدنا في اجتماع او في كاهن بيرتل في وسط العزم، فقال لهم تقصدوا أبونا مكارم يونان؟ قالوا يعني، قال لهم أبونا مكارم يونان أنا شفت كلامه، كلامه مظبوط ما فيهوش خروج عن العقيدة، بيصلي صلواتنا، بيتكلم كلامنا، بيرتل وكل الناس بترتل معاه، بيوعظ كل الناس مركزة معاه. في المرة التانية قال لهم يا ريت تفرحوا الشعب زي ما أبونا مكارم فرح الشعب، فالكل سقف. الكلام ده حكوه لي في موريال وانا اخر مره في كندا، ووقف كاهن على المنبر وحكى ملخص السيمينار والكلام اللي حصل فيه. كانت بدايه الموضوع ده ايه؟ ان جه سؤال لسيدنا البابا في الاجتماع العام الاربع، بيقول له ايه رايك في اجتماع سيدنا بيزغرطوا فيه ويسقفوا فيه ويرقصوا فيه؟ فقال لهم انا عارف وهشوف ده بنفسي. ده يوم الاربع بالليل. الصبح يوم الخميس في لجنة البر واحدة بتسأله بتقول له يا سيدنا ايه هو الاجتماع اللي كنت بتتكلم عليه؟ فقال لها اجتماع في الأنبا بولا واجتماع في المقر. قالت له مالك كلوت بيه يا سيدنا؟ قال لها تقصد أبونا مكاري يونان؟ فكان أول مرة يتكلم، قال لهم أبونا مكاري يونان أنا بفتح التلفزيون شفته بيتكلم وقال الكلام الحلو ده كله. طلع الأسقف الفلاني من الاجتماع كلمني في التليفون قال لي سيدنا الكذا، طلع أبونا فلان من الاجتماع أبو سيدنا الكذا، طلعوا سيدات كلموني، وابتدى الموضوع يتغير 180 درجة. لما سيدنا شاف بنفسه في التلفزيون أبونا مكاري يتكلم وبيخدم الإنسان. أنا لا أشك إني بحب البابا جدا جدا على مدى السنين دي.
محبتي له زادت ما تغيرتش، واثق ان هو بيحبني، وكان حبه يبان في بعض اللمحات. يعني حتى في فتره القطيعه قد يكون لاسباب كان يديني ظهر، لكن كنت المس في حاجات معينه او في لمحات معينه ان هو بيحبني جدا. فانا محبتي ليه ما تغيرش. انا تاثرت جدا بفراقه، وان كنت احنا حاسين بفراغ كبير، احساس بعد 47 كده، والايام ما لهاش طعم، يعني حاسين بفراغ. نصلي ربنا يملاه بالبطريرك الجديد اللي تختاره النعمه واللي يعينه ربنا. بيقول منى طيب البطريرك الجديد في وجهه نظر قدس لا اختيار سماء. لا يعني ليه طلبات معينة؟ ليه في ملفات معينة منتظرها؟ يعني قدسك حاجة، هل فعلا هتكون شخصية البابا هي يعني نقول التحدي الأكبر ليه؟ شوفي دي حاجة بتاعت ربنا، حتى الكلام فيها ما يكونش مملح. يعني ربنا دي كنيسته، دي عروسته. يعني لما تريح البابا كرولوس وكرجوا صلاه وآيات ومعجزات، قلنا يا سلام، ده مين الحين ده فرض البابا كرولوس؟ جه البابا شنوده، قلنا شخصيه فريده، وفعلا شخصيه فريده من كل الجهات. ممكن نقول دلوقتي بالعقل والمنطق مين اللي حيملى فراغ البابا شنوده، لكن النعمه واختيار ربنا حيملى فراغ. هو يختار الشخص اللي هو عارف ومعين. ابونا هنتنقل من بابا شنوده لقدس الباب في حياتك في حاجات معينه كده، بيزعلني تراخي الناس عن الخلاص وعن الحياة الأبدية، وأنا لسه قايل الكلام ده في العزم، إهمال الناس وكأن الحياة الأبدية دي ما تهمهمش في شيء، واخدين الحياة كده. وطبعا أنا ألوم الكنيسة وألوم نفسي إن إحنا قصرنا في تعليم الشعب، التعليم النقي، بحيث كل الشعب دلوقتي يقول أنا خاطئ أنا خاطئ، ودي حاجة في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. إحنا قصرنا. عطايا الرب زي ما قلت دلوقتي زي شرب المية، زي شرب. يعني أنا كنت بتكلم عن ملء روح الله، ملء روح كرنيليوس، واحد من الناس اللي جمع في بيته، أنا قلت اللفظ ده، من هب ودب أصدقاء الأقربين وأنسباء، وجمع كل دول واستنوا. بطرس بيتكلم، وبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلام. مين دولة؟ من هب ودب. فيشغلني جدا إهمال الشعب للخلاص. ما تلاقيش واحد يقول أنا عايش حياة توبة، تلاقيش واحد كارز شاهد بالمسيح. عشان كده بلعنا ألسنتنا، الجبانة والخوف ملانة ملانة. يعني لما يقول الرب عن الكنيسة مرهبة كجيش بألوية، فين المرهبة؟ فين الشخص المرهب؟ مفيش. احنا صورنا المسيح وكأنه إنسان فقير ما عندوش يديني وما يقدرش يديني ومش عايز يديني، وأنا وقفت عريان، مع أن المسيح بيقول كل شيء هو لكم. احنا محتاجين زي ما ثورة في البلد، محتاجين لثورة روحية، ثورة روحية، روح الله ينسكب على الكنيسة من جديد كما يوم الخمسين. ليفرحني توبة النفوس ورجوع الناس، ويفرحني الذين هم ليسوا من هذه الحظيرة واللي جايين، ودول اللي بيفرحوا الآن لخراف أخر ليست من هذه الحظيرة. حصاد كثير لكن الفعل قليلون. صلوا لكي يرسل الرب فعل الى حصاده. هنا شايف الدور القبطي الان، الدور الاباط في الوضع الحالي، رايك في الوضع الحالي في البلد دلوقتي؟ دور ملوش قيمه، لان دور مش روحاني. ما كانش دورنا استند على الروح يبقى ملناش دور. طب ايه طلبوا منهم بقى المفروض في الايام دي؟ يعني المفروض الاباط يبقى لهم دور ايه؟ في عند دور في سيناريو ايه؟ أول سيناريو عندي خوف الأقباط من التقادم والتنامي التيار الديني، بالتالي بيفكروا في الهجرة، يعني
عايز اعرف رايك دي مصيبه كبيره. انا عايز اعرف بقى رايك دي مصيبه كبيره اللي احنا بنسمعه. اي انسان النعمه لمست قلبه وتغير وعايش حياه توبه والرب اداله شيء من الاستناره وعيون ايمانه فتحت، اولا هيعرف ان امن بلد هي مصر، واحسن بلد يعيش فيها هي مصر، والبركه جايه لمصر، فيقعد في مصر ما يتحركش. ما الخوف بقى للي قادم ولانه ما يعرفش ربنا، ما اختبرش ربنا. الخوف جاي منين؟ في شيطان الخوف، ان الشيطان مالك الناس. شهادة في حب ربنا، ترك الخطية، ترك محبة العالم، ترك محبة المال، ترك الأنانية والذات، إن عشنا في الرب نعيش. يبقى إنسان ده اللي احنا محتاجين له الأيام دي، روحانة الكنيسة، روحانة الكنيسة، روحانة الشعب. مش موجود؟ لا مش موجود. من وجهة نظر أسرتك مش موجود. طب خد الشباب الأقباط في الحياة السياسية، قدسك شايف إن الخوض بتاعهم ده في الوقت الحالي خوض فعلا الطريقة الصح؟ لا. ولا محتاج طريقة خاطئة جدا لما يطلع الشباب يعمل مظاهرات وبعدين يهتف بالروح والدم نفديك يا صليب، مين علمهم الكلام ده؟ أولا اتجاه خاطئ، احنا مش بتوع مظاهرات ولا بتوع احتجاجات، احنا بتوع أيادي مرفوعة للرب بس. أنا قلت مرة بدل ما أصرخ للجيش والمجلس العسكري أصرخ لإلهي اللي هو صاحب السلطان وحده. احنا اتخذنا طريق غلط، يعني ايه اللي كان يخليهم يروحوا مسبيرو ده؟ ليه؟ رايك اللي جاي لك كويس ان افتكر كل ده غلط. احنا لو دخلنا بين اربع حيطان كنيستنا ورفعنا ايدينا ننزل السماء على الارض، نرعب العالم، نرعب العالم، والعالم بيرتعب لما الكنيسه تصلي، مش يرتعب لما احنا نهتف ونطلع ويضربونا ونضربهم. حاجه لا يعني انا برضو بقول يعني ربنا قدسك كده، يعني كده يعتبر جبت لي على سؤال جاي، يعني كان رايك في حادثه مسبيرو والاحداث اللي كل ده غلط. خطا قبطي اولا ما لناش غير نصلي ونطلب مطالبنا في القنوات القانونيه وبجراه او ليه، واناقش في كل مكان بقانونيه بادب باحترام بجراه بقوه، لكن ما لا اهتف ولا اطلع مظاهرات ولا احتجاجات ولا ليا في الكلام ده.